تليفوني بيرن كأنه ما في غيري بهالكوكب والله حجن. ألو طيب اتأخرنا عادي أعطيني ساعة بس لبين ما ضب أغراضي. يلا جهز حالك يا برو عنا مشوار ضب أغراضك بسرعة لأنه تأخرنا على المطار. غسلت أكلت لبست وتعطرت طبيت أغراضي بشنطة قعدت ونطرت. كريم عم يشرح لي كيف وين رايحين أمريكا بالي وبعدها عالصين نيها وبعدها في أسبوع سياحة بالفلبين وقال لي من دولة لدولة حتى صاروا 20. أنا نازل عالسيارة جيب الشنتاي والحقني. أوكي طب ماشي خد أغراضك وسبقني ومن كتر ما تحمست طبيت عوشي وقعت حتى ما قدرت أقوم حسيت حالي انكسرت. أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر 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 بدي تليفوني لا دقله لكريم موجوع وماني قادر صار بدي حكيم وأنا عم أحاول أقوم وقع فوق التي في شكل يومي منحوس ما عم بعرف شو فيه. شفت تليفوني وانبسطت ومديت الإيدين فجأة الكهرباء لطتني وزتتني شي متنين جسمي كله عم يوجعني صار بدي إسعاف اتكسروا رجلي وحاسس انحلوا الكتاف. مو طبيعي هالإنسان شو بيتأخر أكيد ملتهي بشعره أو عم يتمختر. وينك يا برو لازم نكون بالمطار ساعدوني يا بشر ماني عارفان شو اللي صار بضربة يمين بتجيني يسار أو شت كأنه الدنيا إلى معي شيطار. لو كل الدنيا وقفت بوشي بدي سافر لو كل الناس صاروا ضدي أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر 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 يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر. وين بدي سافر هاد؟ غيث 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 نانا بدي سافر. رد على تليفونك وين بدك تسافر معنا ناكل نحنا؟ رد على تليفونك صراعتنا كل يوم حيالوك من الشغل ها؟ ألو أي معلم يلا يلا هيني جاي 5 دقايق بكون عندك. يلا ماشي ماشي. نمسح يلا أمريكا أوكي شلون آه حلو حلو بس ناس تكوية طبيعي طبيعي أمريكا لو هيك رجلا